طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. فطر اليوم مع باقي الخير. السلام عليكم واش مبروكه ورمضان كريم، معكم بلال غبالو على طنجة نيوز. اليوم زرنا زياره مفاجئه لجمعيه باقي الخير لافطار الصائم. اليوم دوزنا 70 في رمضان تبارك الله وزرنا زياره مفاجئه، نشوفوا الاجواء ديالهم كيش كيدوزوا داكشي كامل. تبعونا تبارك الله، الناس قايمين بالواجب. السلام عليكم. تبارك الله، الله يبارك فيك، مرحبا بكم. الله يحفظك تبارك الله، هادشي اللي كتعدلو. الله يحفظك، بارك الله فيك، رمضان مبارك. سيد الايام ديال رمضان والحمد لله جوزنا مزيانه، حسينا برمضان بلا هاد الاعمال الخيريه في رمضان. شويه انت كتعرف الاجواء ما بقاوش بحال اللي كانوا، دابا تطبل تسحر بداو كيحاربوه ما كرهوش، ما تبقى تنسى هاد رمضان لا حتى حاجه. احنا الحمد لله بعد الافطار هذا كنحسوا برمضان، كنقيلوا في الاجواء ديال رمضان. وكنشكر قناه ديال طنجة نيوز على التتبع ديالها ديال الاعمال الخيريه، ومرحبا بكم تشوفوا الاجواء. هادشي هذا تقريبا يعني يوميا، هذه يوميا يعني مبدينا احنا كنا عواني على 300 في النهار، ولكن النهار الاولاني جاو 390، دابا وصلنا ل 730 البارح. اليوم نهار السابع يقدر يطلع العدد 800 شخص، والحمد لله الامور لحد الساعه ماشيه مزيان تبارك الله. بالنسبه للصعوبات كنجبروها مع الناس الصراحه، ما فيهمش الصبر. حنا اللي 24 ساعه وحنا كنوجدوا وحنا صابرين عليهم، يعني اي فوا شي واحد كتبغي تعمل لهم النظام كتشوفوا دغيا كيتعصب دغيا كيتنرفا، وحنا كنحاولوا نصبروا. الله يصبرنا نكملوا هذا الشهر مزيان وديما باقي الخير تبارك الله. كاين عدد ديال الناس هائلين هنايا، يعني كاين في الزنقه وكاين الداخل. يلا نوريكم الداخل. تبارك الله، الناس بزاف هنايا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. واش عليكم؟ الله يبارك فيك اولدي علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. يا سلام. ايوا الله يتقبل منا ومنكم ومن الجميع اللي كيتدخل في هذا العام الخير. كيفاش كدوز هذه الاجواء هنايا؟ رائعه رائعه والله، الا اجواء رائعه ما تحس بها حتى تشارك انت فيها، اجواء جد رائعه تبارك الله. يعني شحال كتوصلوا ديال راه ما شاء الله؟ البارح وصلنا 730 تبارك الله، بديناها ب 390 ووصلناها دابا ب 730 ما شاء الله. وسليمان ونعيمه مصممين يوصلوا لها لي شي 10000 ان شاء الله، مصممين شي 10000. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش مبروك الله علينا وعليكم تبارك الله عليكم. الصباح نجم كتحرك، الله يحفظك الله يخليك. كيف ما كتشوفوا الاجواء اكثر من رائعه الحمد لله من نهار اللي بدينا، والناس كيجيو دائما فرحانين، الجو عائلي 100%، وحتى حنايا فرحانين بهاد الناس اللي كيجيو عندنا، حيت تقريبا كيجيو عندنا الناس اللي دراواش، الناس اللي كيكونوا ما عندهمش مثلا العائلات ديالهم هنايا، حنايا كنكونوا فرحانين اكثر منهم صراحه. فاجيو تشوفوا دابا نبداو العمليه ديال التفريق ديال الحريره وهادشي هذا. انا قلت لكم هادشي هذا واعر، اجي هادي ورين اجي هادشي هذا واعر اللي شاف هنايا. اللهم صل عليك رسول الله، اللهم صل عليك رسول الله، جميل جميل عدك جينا صابرين جينا بارك الله فيك. الله يودي الله يودي تبارك الله، الله يبارك فيك. اش نقول لك، كندوز واحد الاوقات يا سلام
وكنشكر جمعيه باقي الخير وكنشكر هاد المتطوعين كاملين. هادشي اللي ما نقدر نقول. دابا نمشيو عند الرئيسه بيدام الصباحيه من هي. السلام عليكم. اسمح لي نقطعكم. لا لا ماشي مشكل، مرحبا. لا لا بس الحمد لله بخير. بخير الرئيسه ديالنا. كان بخير. شكرا. بسم الله. شكرا لكم. انا عاودنا الاجواء كيفاش كدوز هنايا؟ صراحه الاجواء كدوز رائعه، والدليل انني مريضه وما قداش وجيت نحضر، واخا هكذا قالوا لي ارتاحي اليوم، قلت لهم والو نجي. صراحه يوم عن يوم كنكتشفوا حاجات جدادين. هذه موائد الرحمن اللي قامت بها جمعيه باقي الخير، عرفتني ان المغاربه فيهم تضامن، وان الخير مازال في المغاربه الحمد لله. وكنتمنى ان غير الامور تدوز منظمه. كان دائما يوميا كنطلبوا من الناس انهم يلتزموا معنا بالنظام. حنا كنديروا اكثر من الجهد ديالنا باش نوفروا لهم هذا الافطار، وهما خصهم غير شويه ديال النظام باش كلشي ياكل وكلشي يخرج فرحان، وحتى حنايا كنكونوا ناشطين رغم التعب، رغم ان هذا الشيء راه ماشي سهل. نتوما كيكون عندك الفرح فيه غير 10 طبالي او لا 15، شوف كيفاش كيدوز لك، فما بالك يوميا بحال عندك واحد الفرح فيه 800 واحد. يعني تصوروا ان الجهد كيفاش غادي يكون مضاعف. وكنشكر كلشي، الاعضاء، المتطوعين، المحسنين، كاع اللي كيعاونونا في هذا الخير. وكنتمنى على الله ان الايام الاخرى تدوز احسن فاحسن، ورمضان مبارك على الامه المغربيه. وشكرا. الله يشك. كما كتشوفوا جبرتونا دابا دخلنا الكوزينه باش نشوفوا داكشي بام عيننا. يلا تبارك الله. تبارك الله عليكم. الله يرحم الله يحفظكم. ضروري الكوزينه خلقنا مع بعضيتهم الضحك والنشاط. بخير متطوعين. متطوعين اكثر واحد كيعجب والله. شنو نقول؟ ما نعرفش متطوع. شنو نقول صاحبي؟ خصك الدار. شنو نقول؟ الاجواء هنايا ضخمه الخاوي. اجواء اللي كنتعاونوا مع بعضياتنا حيرا. الشباب. هو حنا الشباب يكونوا بحال هيدا. الله يودي. الله يلا الحمد لله. الله يلا تشي كنعدلوها لربي. خصنا تشي نجبروه في الاخيره. كنعدلوها. دا امتحان. دا امتحان نتلقاوه والله. تبارك الله عليكم. شي رساله كتوجهوها للشباب؟ اخوتي عملوا اللي يقدر يعمل الخير يعمل الخير. يعمل الخير. ربي كبير وصافي. ربي كبير وصافي. هذه الهضره. تبارك الله عليك. الله يجازيكم. تبارك الله. الاجواء في الكوزينه كدوز واعره. الحريره كيما كتشوفوا ما شاء الله. السلام عليكم. ولد كوك او جينيرال الحسني. انا ابو الاتاي كوك. كاينه شحر وكيغلي الماء. برافو عليك. هادشي اللي عطا الله بخير وعلى خير. ما كاينش شي رمضان بحال هاد الاجواء. هذه رائعه جد جد رائعه والله. الا النشاط فرحانين. عرفتي فرحانين واحد الشيء اللي ما تصورش. الله يجازيك. الله يرحمك. الله يرحم والديك. الله يبشي حالك. ياك اخي هو بالصحه. الله طيب هذه الحريره. انا واحد السيد بجوج. تبارك الله. الله يعطيكم الله الصحه. امين. الله يحفظك. الله يجازيك. بخير الحمد لله ولله الحمد. كل شيء مزيان. كل شيء بخير. باقي الخير باقي الخير. اسمع على مسمى صافي. الله يحفظك. النهار كدوزو مدخم هنايا. الساعة ما كتفطم بها قسما بالله. ما كتفطم الساعة كيفاش كدوز؟ لا لا عاد ما عمرك شي زلافة. عمر علي أيوب. أيوب الغزال. الله يحفظك. بخير أخي فينا. بخير. الله يرحم والديك. الله يحفظك. الله يلا بخير. والله الا لا ملكيه بحال اللي كيقولوا. كنفرحوا الوقت كيدوز دغيا، وكنعاونوا الناس ونفطروا الناس في واحد الاجر كبير كيف ما كيقولوا. هذه هي التجاره التي لا تعرف الخساره. الخير باقي الخير. باقي الخير. الله يحفظك. الله يجازيكم. وساليتو وساليتو. تبارك الله على الشيف ديالنا. الله يبارك فيك اخي. بارك الله فيك. شوف عندك الشعبيه تبارك الله. طبيعه الحال حيتاش هذا الشيء هذا اللي كنشوفوا راه يخليك فيك الطاقم ما شاء الله. وصافي راه كنبقاو هايده ما كنجلسوش حيتاش علاش هادشي اللي كنشوف هذا راه كيريحنا على اللي كنا جالسين. الله يفدي. كدوز مزيان. يا سلام. ما نقولكش لا 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 ما كاينش. بالعكس واحد الفرحه واحد. ما نقولكش الاجواء كيفاش كتكون. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. خصنا نقيسوا الحريره ديالك. مرحبا على الرسول. الله يرحم والديك. كما كتشوفوا الاجواء جد عائليه. تبارك الله هذا الكم الهائل ديال الناس. بدينا النهار الاولاني بواحد 350 قول 400 ديال الناس، وتبارك الله انتم كتشوفوا اليوم السابع
وتقريبا واحد 850 ديال الناس. هاد موائد الرحمن نورمالمون عملناهم إفطار صائم للناس عابرين السبيل، الناس اللي مساكن ساكنين بوحديتهم. المهم كنبغيو نخلقوا لهم واحد الجو عائلي، وانتينا كتشوف جالسين بواحد بواحد واحد الجو، كيف نقول لك، جو عائلي جالسين فيه كاملين بهم. وانتم كتعرفوا جمعيه باقي الخير واحد الجمعيه اللي هي اللي كنقولوا عينه كبيره، دائما كنعملوا واحد العادات صغير تا كن شحال بديتوا في اليوم؟ حنا بدينا على اساس 350 400 واحد في النهار، دابا تبارك الله وصلنا 850 وان شاء الله يخرج رمضان نجبر راسنا كنعمل واحد 1500 واحد. هذه هي باقي الخير، هذه هي باقي الخير. الله اكبر على مسمى، اسم على مسمى. شنو نفطروا دابا؟ مرحبا بكم. الله اكبر على الحال، انتم في ديوركم. الله يوفقك. شكرا. فطور اليوم مع باقي الخير. بسم الله. باقي الخير فطور كيشيش التمره. بسم الله. بسم الله الله يرحم والدك.